مع الظروف الجوية القاسية التي تواجهها استراليا والتي أدت إلى عدم وجود نباتات مزهرة لإنتاج العسل للأسواق المحلية والعالمية، باتت استراليا التي تشتهر بإنتاج أجود أنواع عسل النحل تعاني أزمة حقيقية في إمدادات العسل، وتأثر إنتاج المربين بنسبة تراوحت بين 50 إلى 90%. قبل عيد الميلاد بدا الموسم لدينا رهيبا فعلا. كنا محظوظين أن وجدنا نوعين من النحل على الساحل الجنوبي الذي أنتج قليلا من الرحيق. الطلب على العسل في أستراليا أصبح يفوق العرض، أزمة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار عسل النحل لتصل لمستويات قياسية بحسب شركة بينغلي، وهي واحدة من أكبر شركات إنتاج العسل في أستراليا. لسوء الحظ إن ارتفاع سعر عسل النحل لا يعني ارتفاع إنتاجه، ولا يهم كم ستدفع لقاء الكيلوغرام الواحد الآن. ويقدر مجلس الصناعة الأسترالية عدد خلايا النحل التي يمتلكها المربون بين 150 و180 ألف خلية نحل تنتشر في مناطق مختلفة، منها فيكتوريا ونيو ساوث ويلز ومناطق جنوب أستراليا. وبسبب الأوضاع الجوية المتقلبة سيتسابق مربو النحل لإيجاد مواقع مناسبة قبل بدء موسم التلقيح في أغسطس في محاولة لإنقاذ موسمهم. ميس عمار، العربية.